شاركني في المقابلة نتاع البارح شفناه بعيد برشا على المستوى اللي كنا نستناه منه واللي نعرفوا عليه. يوسف تقريبا ديما هو كان يصنع الحل في المنتخب، لكن نجم نقولوا انتهى وقت يوسف مساكني في المنتخب، هذا شفناه من التعليقات هذم، والا لا اللاعب نجم يقدم الإضافة في 10 دقائق 20 دقيقة في الاخر، والا لازم يكون اساسي موجود. يوسف حط برشا كلام يتقال انه في كل وقت هذا نجم يصنع لك الديفيرونس. لا حكيت المطلق انا ما نمش بها، معناتها انتهى او مازال، هذا لاعب منتخب لاعب كرة قدم، والكرة قدم هي عندها قابلية متحركة. شنو متحركة؟ اليوم في البوزيتيف غدوه في النيجاتيف، اليوم في النيجاتيف غدوه في البوزيتيف. انا كسيليكسيونور لي تاتفورم تاع الملاعبي قاعد يقدم ولا ما يقدمش، هذا ان دو اللي هي حاجة امبورطونت برشا. Gérer les temps de jeu qu'on va offrir aux joueurs. Mlabi, est-ce qu'il peut enchaîner deux matchs fi 4 jours ou elle avec un déplacement à 5 heures de vol. Lehna ana ran ou peut-être Youssef non, il n'a jamais trop en cours du jeu. Lab مثلا le match l'oulani, il a commencé dès le début بدأ titulaire. Akhoya deuxième match, il faut l'aménager, il faut le mettre sur le banc. Et le faire rentrer en cas de défaillance. Voilà, là le match, c'est 30 minutes, voilà, les hommes. Alors, un joueur, qu'on le veuille ou non, Youssef, qui est en jambes, il a beaucoup de solutions. Les créatifs, les joueurs créatifs qui met Youssef, avec. Femme à cour, elle est en train de se faire. Il y a un cour de race. Premier poteau, femme à couvrante, là, premier mi-temps. Et où il a anticipé, on a que ce qu'il tombe le col, où il a dévié le ballon avec la tête. Quand on sait, est-ce que c'est numéro 7, c'est Youssef, c'est pas Youssef, le cas Youssef. Mais attends, il peut être décisif, à Bichart, à nous, qu'il fait, c'est à mettre Youssef. Ou, chose autre, il a quitté la communication. Même avec Youssef, il doit y avoir une communication. Je m'attends, avec Chouvenet, on a un match au Brésil, Youssef, mal à l'abche. Très le match au Brésil, Youssef. دا الكوب دي الاخراني في فرنسا قلت خل خروج نحكي على الخزري الخزري ما لعبش وتقلق برشا منها الماتش هذا، لكن اللي هي كومونيكاسيون في لا كومونيكاسيون رايت سي تري امبورطون كي نخلي الملاعب نحكي انا وياه اتونسيون برشا طيب لا اون سو ريغارد دون لي زيو يعني نغزر لبعضنا في عينينا خليهم كونفيونس بيان سور. الوغ هنا يوسف نتفاهموا في ستاتيو، يوسف راهو تي بلو يوسف نتاع اقل من 30 سنه، راهو تي فا فينيغ سي با بور انكادري، انا ما نمنش بيه برشا، سي با بور انكادري لو جروب على خاطر هذوما دي جوار برو. شو معناها انت في بالك يوسف يجي الصغير باش يقول له اعمل وما تعملش باش يقبلها منه؟ نو الوغ هذا كله حاجه اخرى. راك يوسف تي اد لا فالور، فما دي راسومبلومون نعيط لك دي راسومبلومون نو، فما دي ماتش تلعبهم من الاول، فما دي ماتش نو، الوغ تقبل الستاتيو هذا ولا؟ انا جيماجين انه يوسف يقبل وانه مازال ليكيب ناسيونال لا اونكور بزوان دو يوسف مسكن. شفنا كي دخل ايت مالك دخوله حرك شويه المنتخب وتزامن مع الفتره احسن فتره في الماتش للمنتخب البارح. وهذا هو هذا امتداد اللي يقول فيه شهاب وزدعلي، معناتها هي النورمالمون المنطق يقول انه الاجدر هو اللي يلعب، مع الاسف مع فوزي البنزرتي ماناش قاعدين نشوفوا في هذا. يعني توا مثلا انت تشوف يوسف مع فيو ماتش لالي الحقيقه معناتها كان اكوتي دو لابلاك، معناتها ما ماتش لالي مش موجود. ماتش تونس ماتش تونس المفروض انه بالمنطق ما يبداش رونتران في ماتش الروتور. فهمت؟ تعطي شانس سورتو انت خاسر، تعطي شانس لعباد كومبيتيتيف وحاضرين حتى لهنا بالمنطق وبالعلم على المستوى البدني. ماهوش يوسف تاع 10 سنين التالي ما نجمش يلعب، حتى اللي هو ما نجمش يلعب ماتش كامل. اوكي معناتها ديما يقعد في المنتخب هذايا، دونك مع الاسف نتمناو كما قال سي علي انه فوزي البنزرتي راجع اختياراته. انا اعتقد رايي الخاص انه في العالم اجمع ثم 15 ملاعبيه ماكسيموم انتو شابل
معناتها يلزم فريمون يكون ميسي ولا دييغو مارادونا ولا كريستيانو رونالدو باش ما تمسوش. شوف انت في البرتغال رونالدو افيك سا معناتها الكلام عليه. ما عدا ذلك يا خويا تنجم تشد البنك بربي. ثم حاجه ما حكيناش فيها سامحني بربي، عنده ثوابت سي فوزي اللي يلعب البريس العالي حياته كامله، يدوا شونجي النقطه هذيا. ما شفناش ما عندناش فريق، ما شفناش البارح سمحني. ما شفناش المنتخب ديالنا، ما عندناش فريق طوالي مكسس معطي شيخ لي كات ماتش ما شفناش فازي الفريق هذيك. انا لا عنده ثوابت هذا اللي حاب يعمل بريس عالي. ثم حاجه اخرى هذو الثوابت هذا يلزم تبدلهم راك في فريق قوي. سيدي ظلي مكسس معطي قلت لك ما شفناش مع فوزي في المنتخب. ثم حاجه اخرى في تونس، شفنا في تونس، لا شفنا في المباراة الأولى اللي فزنا واحد بالعكس واحد هذا اللي تلام عليه. ما شفناش فوز اللي يضغط المنتخب اللي يضغط اللي يعرف البرسيين. فوزي البنزرتي ما عندكش كاليتي جوار باش تعمل الضغط كبير. لا لا مش كاليتي جوار، هو لي شوا نتاعو، لا لي شوا نتاعو زاد غلطين. هو فوزي البنزرتي احنا كي نشوفوا تصريحاته ريت بعد كل قائمة يعملها يبدا يحكي ويبرر انا راني ما اللعب كان الجاهز، ونشوفه في التطبيق العكس. وهذا هو معناتها، وثم ملاعبيه ماهوش قاعد يعيط لهم معناتها كي انت تختار يقول انا راني ما نلعبش ملاعبي بناك ويعيط الملاعبيه ما يلعبوش. سور ان طون دو جو تلقاه في 8 اشهر 9 اشهر لاعب 3 ماتشات ويعيط له، وواحد اخر تلقاه ماركي مانيش عارف قداش والطون دو جو نتاعو كبير. دونك فوزي البنزرتي في كلمه نتبنى الجملة اللي قالها سي علي، يلزم يراجع روحه ويكون كويرون مع أفكاره ومع اختياراته. يمكن يمكن رأيي الخاص أعتقد أنه فوزي البنزرتي جاء للمنتخب في الوقت الغلط. تايمينغ تايمينغ سيد علي، فما ملاعب حابين نشوفوه البارح ما خذاش حتى دقيقة لا في الماتش الأول ولا الماتش الثاني، رغم اللي كان فما مشكل كبير عندنا في البوست نتاعو. نحكي على أنس الحاج محمد ورا حاجات باهية. أنس الحاج محمد من الأولاد اللي معايا في الشينيور. لحظة نكمل سي علي سؤال بعد نعطيك. أنس معناتها ورا حاجات باهية في الكالتشو في إيطاليا، وأنت تعرفوا مليح هذا هو باش نقولوا لك في المنتخبات الشبان. ما كان نجم ياخذ وقت البارح؟ اي نجم ياخذ وقت. حاجه باش نقول لك على الجوارات، ليكيب ناسيونال اون اوتيليزي 6 جوار، 6 جوار في الدو ماتش، 6 جوار تراها برشا انت سي شهاب. انا راه شويه في لاب دو تون والفواياج والتعب وكل شيء واللاج تاع كلكو جوار كيما كنا نحكيو على يوسف وعلى فرجاني ساسي، فهمتي ولا؟ يظهر لي شويه حتى في ريزلتا، سورتو حتى في ريزلتا، سورتو او نيفو دو لا فريشور فيزيك. شفنا هاك فيفاسيتي ما ثماش في ليكيب، بوكو دو لونتور ما ثماش فيفاسيتي كبيره، ما ثماش فريشور فيزيك في ليكيب سورتو في البدايه الماتش. نرجع لسؤالك سي جوار، هذا الكابيتان تاع اليو 20 ويعرفوا مليح شهاب، ستا جوار دو كولوار. مش بونتا يلعب؟ يلعب على اليمين، يلعب في بالي يلعب قلب هجوم. لا لا يلعب جوار دو كولوار. إلا إيتي يوتيليزي في بارما أون تون كاتاكون سي. حتى في المنتخب يلعب أتاكون زاد. يلعب على اليمين أكثر. ستا تري بون جو، هو وبشا يلعب على تري رابيد. هو وبشا وكادا ولا بن عليم تاع صفاقس سيلفا، هذا التريوم تاع الاوفان. عندنا اوفان من احسن ما ثم، لكن الاشكال وين؟ بعد ما شروهم هذا اللي صاير. باهي نحب نسالك لهنا، وين العرفاوي؟ خذا ميرو غارديان تولو في الكوب دي مونت. وين؟ يبدو لي انه فوزي مش مقتنع به برشا. نقول لك علاش. خدمنا مشروع. خلينا نجاوب، سالت انت خلينا نجاوب. فوزي مش مقتنع به برشا، يقول لك غارديان مش طويل، ما نشوفوش عنده بلاصه. باهي سيدي، نحن خدمنا المشروع هذا الاداره الفنيه، وكانت الناس موجوده ويعرف شهاب مليح الموضوع هذا. خدمنا مشروع نتاع اللاعبين اللي موجودين برا، وكان لاهي بهم اسمه سليم اون كونتاكت، وكنا نحن في لجان لاهي بهم انا وناجح حتومي، كنا نخدموا في خدمه نتاع مستقبل. لكن اللي شفته انا سي كمال، للاعبين هذين يلعبوا في الكادي ويلعبوا في الجينيور وبعد ما اشتراهم جمله واحده. العيوني وين؟ وين التيفي؟ وين العاشوري؟ وين الجبالي نتاع اليوم؟ وين عرعار؟ يا ودي ذي ولا لاريير قليل حجم مش يلعبوا في جمعياتهم. شفت عائلة ملاعبية وهم مش يلعبوا في جمعياتهم. حطوه في بالكم شكون؟ عادل عرعار. عادل ياسر. حطوا هذا اما لازم يلعب في جمعيته. نعرف باش نقول لك انا حاجة، والله جلال اللي تيب بور
باش يهزوا الكوب دافريك اللي فاتت. اي حكينا فيه الموضوع خاصة جدل مدافع ايسر بس عباد تعرف مدافع ايسر على مستوى اي شفتوا ما شاء الله عليه هاي واحد كي الحاج محمود كان ما لعبوش البارح وقت باش يلعبوا وقت انت ما عندكش كما كان يحكي خويا شهاب ما عندكش اجنحة جملة واحدة في الروح هذيك والفاسيتي هذيك تعطيه طون دو جو هو مالك زوز على الجناب بتبدا بهم والله كان يعمل سيربريز ثم نوتر ريغوش تاع لافال امين الشيرني امين الشيرني وينه اكثر واحد عنده بلاصة وتظلم في الاستاد خضراوي 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 بليسي ومش يلعب مع الكلوب ما يلعبش وقتها ما يلعبش خضراوي قد بلاصته اساسي لا لا خاطر اذا رجعوه لونترونور يستحفظ عليه رجعه ما طفل برا ويلعب ينجم يكون حتى فوزي حاب يستحفظ عليه لا لا ثم ملاعبيه في المنتخب مش تلعب جمله وعيط لها ثم لاعبي مظلوم انا باش نقول عليه كمان بصراحه باش نقول انا نقول عليه ثم جوار في الليست هذه تظلم كان هو دوزيام ريرغوش امين الشيرني دوزيام ريرغوش علاش خرج حسين بن علي صحيح ثم ملاعبي زاد نتاع الكيب اولمبيك وجينيور كنت انا مع ماهر كانزاري اللي هو تاع مستير شو اسمه بكار نجم يكون رجع من ضربه ولعب ماتش بركه مع السي اس اس ان شاء الله نحن نجبدوا لسامي هذا باش ياخذوا حقهم كما قال ربي حمدي